ثبت في المسند بإسناد صحيح عن خولة بنت قيس قالت: قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في برمة فوضع يده في البرمة فاحترقت أصابعه فقال: حسي. ثم قال: ابن آدم إن أصابه البرد قال حسي، وإن أصابه الحر قال حسي. البرمة هو القدر، وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فوجد أن الطعام حار فتأثرت أصابعه عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال: حسي. حسي كلمة توجع عندما يفجأ الإنسان بأذى يصيبه في بدنه. فالشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام بشر، يصيبه ما يصيب البشر، يتأذى كما يتأذى البشر، فهو مخلوق عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع فوق منزلته كما تفعل الصوفية من جعله ندا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.